اتفضلي معايا مدام منارة، استأذنك تقومي؟ ادخلي هنا حضرتك، هنا في الجهاز ده. ادخلي هنا. تعافي علي، ما ده هي حضرتك التهاوت ده اللي مبهدل والدي. اقفلي حضرتك على نفسك. قوم قوم دوس على الزرار الأحمر اللي عندك ده. أنا واحد. قوم دوس على الزرار. واللي فوقيه كمان. اتفضلي يا مدام منار. الله أكبر. ماما ما عندي. ايه يا حبيبي؟ انا ماما. لا دي مين دي؟ هي دي ماما. لا شكلي اتغير، ما انت اللي دوست على الزرار. لا مين غيروا لي دي؟ دي غير لك ايه؟ هي دي مامتك. يلا يا ماما يا ماما. في يا ايه يا حبيبي؟ مين دي؟ هي دي مامتك، في ايه؟ عايز ايه؟ لا شيليها شيليها، مش عايزه مش عايزها مش عايزها. لا هي دي اللي هتاخدك وتروح بيه. لا يلا، وما تطبخش غير بسارة. لا خديه وامشي بيه. يلا مع السلامة يا دم منار. لا سيبيني. مع السلامة يا دم منار. في ايه؟ في ايه؟ انتوا في ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ مين دي؟ دي مامتك. ما امي ايه؟ لا دي مش مامتك، دي مامة الناس الجداد. ما خلاص انا بعمل تباجيل. مين دي؟ دي مامتك. اللي كانت ماشي دي. قول لي يا احمد، هتكسر موبايلات ماما تاني؟ لا خلاص. هتعمل حاجه تزعلها تاني؟ لا. هتاكل البصاره ولا لا؟ اكلها ان شاء الله. خلاص؟ اه. قول لها انا اسف يا ماما. ماشي. على كل حاجه وحشه عملتها. على كل حاجه وحشه عملتها. خلاص انت بتعيط؟ انت طلعت حساس في اخر الفيلم؟ ده انت مفرهدني من الصبح. حضرتك هتدخلي جوه الاله دي؟ دي؟ اه. ايوه جوه. قوم بقى يا عمر ودوس على الزرار. انزل على الزرار الاحمر. ايوه ده، دوس جامد. دوس. ايه ده، انت دوست كم مره؟ انت دوست كم مره؟ خلاص يا لهوي، ده كده شكلها اتغير خالص. اقعد بقى اما نشوف ايه اللي هيحصل. مش انا قلت لك تدوس مره واحده؟ مش عارفه ادوس. دي كده ممكن تبقى واحده تانية خالص. طب هنعمل ايه؟ هتوحدك. طيب. اطلعي يا مدام عزيزة. فين ابني؟ كده تغيرني يا عمر؟ ألجع تاني. ألجع تاني ازاي؟ مش هينفع ألجع، انت اللي غيرت، انت اللي غيرتلي شكلي. لا أخلي. مش انت اللي دوست على الزرار كتير؟ لا أخلي. مش هينفع أخلق خلاص. لا. طيب أنا هحاول أغيرها. خد تعالى تعالى نهو. ايه ماما، ايه شفت بقى؟ شفت بقى ماما حبيبتك؟ اللي طنط شيماء. قلها قلها شكرا. ايه مبسوط ان ماما رجعت؟ ها؟ ضحكت عليك وعملت فيك مقلب عشان انت كتفتني. انا كمان كتفتك وخدت مامتك منك. ماما ايه الأوضة دي اسمها ايه؟ Not laughing. Don't laughing يعني مش عايزين نضحك، ماشي؟ اوكي؟ انا هبتدي اكشر وانت تحاولي تعملي لي حاجات بتضحكني. اوكي. لو عملتي لي وشوش وضحكتيني يبقى انت اللي كسبانة، اوكي؟ اوكي. 1, 2, 3 ايش في البو؟ انت ضحكتيني. يبقى انت اللي ايه؟ استني 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 يلا ايه ابتدي. خلاص خلاص. طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه اسرع. طلنا العصير. اوعي تضحكي. ايه اللي ورانا ده؟ ايه ده، في ايه؟ في الناس دي كلها جت كده ليه؟ ها؟ ايه بقى؟ كده احنا الاتنين هنقول ستوب للتايم. ستوب. دلوقتي هنشوف مين فينا اللي الكوبايه بتاعتها اقل. دي كوبايتك ودي كوبايتي. اه طبعا. زي ما انت شايفه كوبايتي انا
نسيت اكتر. يبقى انت اللي هتترشل. خلاص هنروح للتحدي اللي بعد كده. بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بجد؟ حاسه انا مره جربت. طيب هنجربها بقى دلوقتي تاني. ماشي، عايزين اغني لك انا اغنيه ايه الاول؟ ديسباسيتو. ديسباسيتو ايه؟ اوكي ماشي، اغني لك ديسباسيتو. ديسباسيتو طربت طربت طربتيتو، انت يا بنتي ضحكتي خلاص ضحكتي. ايه هو اكتر اكل مش بتحبيه؟ مش بحبه. تحبي السوشي؟ انا مش هاكل سوشي. تعالى يا سوشي. ده جميل جدا. لا ده جميل جدا. تعالي خدي حته صغيره حته صغيره حته صغيره. يلا. لا انا عايزه اصغره. لا هي دي الصغيره، لازم تاكلي من ايدي. افتحي بقك. طب تعالي لازم. هتخسري هتخسري الجايزه. يلا يلا افتحي بقك. يلا. طعمه حلو زي السمك صح؟ شفتي بقى انه حلو؟ انت بقى كنت طول الوقت عماله تكرهي نفسك فيه وانت اصلا ما دقتهوش. عجبك؟ هتاكلي السوشي بعد كده؟ لما اي حد يديكي السوشي تقولي له اوكي وطعمه حلو ماشي؟ طعمه زي السمك. دلوقتي بقى هقول لك انت كسبتي وهشوفك في المرحله الجايه، بس لازم تطلعي تجري بسرعه والا هرشك لو ما جريتيش دلوقتي. اجري يا نوران اجري. انتوا عاملين ايه؟ كويسين. انتوا بتحبوا الضحك؟ ولا بتحبوا تكشروا؟ نضحك. انا بقى عايزاكم هنا تكشروا عشان الاوضه دي اسمها ممنوع الضحك. يعني كده؟ لا نكشر كده. تعرفوا تكشروا؟ وروني كده التكشيره. تعالوا نبتدي باول تحدي. تعرفوا تنفخوا البلالين؟ اه. طيب بص، ده ولا الاحمر؟ احمر. الاحمر؟ خد الاحمر. لكن اسمعي فربطها. مش لازم. لا احنا عايزين ننفخها لحد ما تفرقع، واللي بلنته هتفرقع الاول هو اللي هيكسب. ماشي؟ يلا 1 2 3 ابتدي. حاولي حاولي. حاول حاول. يلا اسرع. برافو يا ادم. يلا يا مايا ادم هيكسبك كده. لا انا عايزه البنت تبقى قويه. خدي يا مايا. طب انت كملي على دي. خدي كملي على دي. انا هخلي التحدي ده بينكم انتوا الاثنين. يلا هشوف مين فيكم الاسرع. يلا ادم. يلا 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 ادم. هي اللي كسبت. يلا التحدي الثاني رش. انت اللي خسرت. يبقى انا وهي هنرش. 1 2 ايه ده؟ الحق اللي وراك ده؟ ايه ده؟ يلا رشي رشي رشي. يلا التحدي التاني. مين فيكم بيعرف يعمل وشوش بتضحك؟ انا. انت اللي هتبتدي لانك انت الخسران. خلاص يلا. وبعدين افتح قول 1 2 3 وافتح كده ضحكني. يلا 1 2 3 1 2. انت بقى دورك عشان تحاولي تضحكيني. يلا احنا دلوقتي اجيب لكم انتوا الاثنين عصير وهشوف مين فيكم اللي هيخسر، واللي هيخسر هو اللي هياكل اكتر حاجه بيكرهها. اوكي ماشي. 1 2 3 ابتدي.
غلطتش. استوب، كلنا كوبايتنا كانت قد بعض. استوب كده، انتوا الاثنين خسرتوا. استوب، يبقى انتوا الاثنين هتاكلوا اكتر اكل ما بتحبوهوش. خلاص انتوا الاثنين بقى هتاكلوا دلوقتي. هعمل سباق، اللي هياكل معلقتين اسرع هو اللي هيكسب. يلا 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 بسرعه، يلا. لا حط في المعلقه، انا شايفاك. يلا 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 يلا، اخر مره. طعمها حلوه، حلوه قوي، عجبك يعني؟ حبيت كده. مايا هي اللي اكلت اكتر، يبقى هي اللي كسبت، كسبانه عليه. تحاول تقلد لي مايا كده. خلاص ايوه، ما خلاص احنا كلنا هنضحك بقى دلوقتي، عشان انتوا الاثنين خلاص كسبتوا، وانا هشوفكوا في المرحله اللي جايه. اوكي اوكي، باي باي، برافو عليكم، شاطرين، باي. اتفضلوا. شكرا. اهلا اهلا يا اختي على الموز اللي داخل عليا. ايه الحاجات اللي تفوج بتعكس بابي؟ يا كوكي تعالي. اهلا اهدى اهدى. لا لا، هنا هنا، خليك انت هنا عشان اشوف. ماشي، تعالي يا كوكي. اختي على الحلاوه، يا جتول يا جتول. ايه ده؟ ايه يا كنزي ده؟ ده بابا؟ اه. ولا اخوكي؟ لا بابا. ده بابا حلو قوي. لا لا، ميرسي يا كوكي. ميرسي. هو انا لو عكست بابا هتغيري عليه؟ اه؟ ليه؟ ما هو باباكي خلاص. هو يعني في حاجة هتتغير؟ يعني انا لو خطفته من ماما هتتضايقي؟ اه. ليه هتتضايقي؟ ما ماما خلاص خدت نصيبها من الدنيا. تديني انا بقى فرصة. استاذ احمد؟ ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس والله، منورنا. ربنا يخليكي. هو الحلاوه دي طالعه لك؟ اكيد مش طالعه لمامتها صح؟ لا طالعه لمامتها طبعا. ايه ده، مش بيقولوا المخده ما تشيلش اتنين حلوين؟ مش دايما. لا دايما. لا صدقني، يعني يقول لك ايه، لازم يبقى موجب مع سالب، يعني وحش مع حلوه. ما هو احنا الموجب بتاعنا مع السالب مختلف شويه. طويل مع قصير. طويل مع قصير. ايوه بالظبط. رفيع مع تخين. بالظبط اهو، ده كنت راستي بقى. هو ده. كنزي، تفتكري انا وبابا لو ارتبطنا واتجوزنا هنبقى لايقين على بعض؟ شويه صح؟ ايوه. يعني تحب ان يبقى عندك اخت مني؟ مش. هنسميها ايه؟ مشمشة. مشمشة؟ مش مشمشة بنت طنط شوشو. عارف بنتك ليه بتحبني كده يا استاذ احمد؟ ليه بقى؟ لانه انا النهارده دلعتها دلع، لعبتها لعب، كل حاجه حلوه في الدنيا عملتها لها. انت حضرتك كنت قاعد وشايف طبعا. اه طبعا. طيب انا دلوقتي هطلب منك يا كوكي انك تحطي السماعات، علشان انا وبابا هنتكلم في شويه كلام بتاع كبار. اوكي؟ هنتفق بقى على ميعاد الفرح، حجز القاعه، الديزرت، الحاجات البسيطه دي، الخطوبه، الحاجات السهله دي. الخطوبه بقى. اه لا، انا بحب الجواز على طول. الخطوبه ده للاطفال، انما احنا ايوه. يلا البسي السماعه. كده حلوه، سامعاني يا كنسي؟ خلاص كنسي راحت مني. هسأل بقى حضرتك شوية أسئلة عن كنزي. عايزة أعرف أول حاجة، أكلتها المفضلة إيه؟ هابي ميل. كنزي؟ نعم. أنت سامعاني؟ سامعاني من بدري ولا لسه دلوقتي؟ لسه دلوقتي. طب يلا شيلي بقى السماعات. بصي هسألك بقى أسئلة أنا سألتها لبابي، أوكي؟ وعايزاكي تجاوبي، ويا رب إجاباتكم تطلع زي بعض. يلا السؤال الاول، ايه اكتر اكله بتحبيها؟ هابي ميل. هابي ميل عليك يا جميل، واجابتك زي بابا. اغنيتك المفضله ايه يا كنزي؟ يا كنزي وكل مالي. يا كنزي وكل مالي، حياه قلبي. يا خلاصي، مش انت يا بابا تقول لي هابي نيو يير؟ احنا داخلين ايه على السنه الجديده؟ قولي لي يا حبيبتي اكتر لون بتحبيه؟ بينك. بينك يا لهوي يا لهوي، على الاقل احمر.
يا خراشي. تنكي مش احمر. اعمل ايه دلوقتي يا كندي في بوبي؟ يعني كل اجاباته غلط، مش عايزه اسال اكتر من كده. انا اجاباتي صح وحافظه. انا عارفه يا حبيبتي، انا عارفه ان كل اجاباتك صح. انا دلوقتي مفيش قدامي حل غير يا كندي ان انا هحاول اغير لك بابي علشان يرجع بابي اللي بيعرفك وفهمك وكل حاجه. ماشي. اتفضل بقى يا استاذ احمد، اتفضل. ايوه هنا اتفضل. أيوة. افتح حضرتك الباب. اوكي. علي وعلى خطوتك. اوكي. ده اطول من الجهاز ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. يا رب بس ما يقصرش جوه، انا عارفه الحاجات كلها بتدخل جوه تقصر. قومي بقى يا كنزي كده. بصي تدوسي على الزر اللي هو الاحمر ده. لو ايه؟ اول واحد ده اهو. ايوه ده اول واحد ده. اه دوسي عليه. لا انت دوستي على ده، انا قصدي تدوسي على اول واحد من فوق. اقعدي اقعدي ده كده. انت ده اقعدي بصي قدامك. انت كده ممكن تكوني غيرتي خالص. ربنا يستر ان شاء الله. يا رب. طب هنعمل ايه دلوقتي لو اتغير خالص؟ هتزعلي؟ ربنا يستر. يلا اطلع يا استاذ احمد كده. ايه ده؟ كنزة حبيبتي. اطلع يا استاذ احمد واقفل الباب. مش هو اسود. انا بابا. لا انا بابا. لا شفتي انا قلت لك انا شكلي اتغير. دوستي غيرتيه يا كنزي. ولبس الكاب. مش لابس اي كاب. يلا معلش يا كنزي بقى، انت دوستي غلط وغيرتيه. خلاص روحي معاه لحد ما روحي لحد ما اشوف لك حل مع باباك. لا باباي. معلش بقى يا كنزي. بابا يا شيماء. بابا اتعاملي معاه بقى، ان شاء الله هتتفاهموا وتحبوا بعض. بس ده هتلاقيه عارف عنك كل الحاجات اكتر من باباكي صدقيني. ايه بتقولي ده؟ يلا مش عارفه. باي باي. بصي يا سين، اللي فوقك ده جردل فيه ميه بتلج، عايزاك تجاوب معايا كل الاجابات بسرعه وبدون تردد ومن غير تفكير، وما تقولش خالص كلمه معرفش. اوكي؟ علشان انت لو جاوبت غلط الجردل هينزل وممكن يتدلق علينا، لكن لو جاوبت صح الجردل هيطلع لفوق. انت فاهمني يا سين؟ يلا نبتدي. طب يلا اسمك ايه؟ ياسين. عندك كام سنه؟ فايف. اسم اخوك؟ ياسين. حساسين؟ عنده كم سنة؟ فايف. باباك اسمه ايه؟ بابي. عنده كم سنة؟ فور. عنده فور؟ اه. بتحب مامتك؟ اه. مامتك اكتر ولا باباك؟ مامتي. مامتك اسمها ايه؟ مامي. عندها كم سنة؟ فايف. طيب قولي بتلعب كرة؟ اه. بتلعب باسكت؟ اه. بتلعب طايرة؟ اه. بتلعب فنخرك؟ اه. بتلعب مع اصحابك؟ لا. مين بيديك مصروف؟ ميس. الميس بتديك مصروف بتصرف عليك؟ بتديك فلوس قد ايه؟ قول بسرعه الكارت. 300. 300 جنيه عليا بالميس ب 300 جنيه، مين بياخد منك المصروف؟ مام. مامتك بتاخد الفلوس اللي الميس بتديها لك. اللي مام بتديك كام؟ انت متجوز؟ عندك عيال؟ عيال قد ايه؟ اتنين. اسمهم ايه؟ جودي وليلي. جودي وليلي. بتحب مين فيهم اكتر؟ ها الجدل. جودي. جودي. جودي بتضرب اختها ليه؟ لا. انت بتضرب جودي؟ لا. طب بتضرب اللي؟ لا. طب الحمد لله. اطلع يا جردل. الحمد لله جاوب كله صح. ايه اخيرا؟ كانت مرحله صعبه قوي مش كده؟ كنت بقول لك بسرعه. يا حبيبي. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض السباق اللي بعد كده. يلا مستعد؟ هغميك وهجيب لك بوكس تحاول تعرف ايه اللي موجود جوه الصندوق. حاول تعرف ايه اللي جوه الصندوق. ها يلا عشان الجردل بينزل. ها ايه اللي جوه؟ كلب. لا مش كلب مش كلب. ها يلا الجردل بينزل. حاول تعرف خمن. حرك ايدك شمال ويمين كده. يلا حاول تعرف. حاول ايه؟ قطه. خلي بالك. لا مش قطه. قول. لا ثانيه واحده يا جردل، هو بيجاوب بيجاوب. اطلع يا جردل. اهو الحمد لله. اطلع يا جردل بقى ثانيه. يلا حاول تجاوب بقى. يلا حاول تجاوب عشان ما ينزلش تاني. يلا. حاجه بتتاكل واول حرف من اسمها فيه. فقر. انت بتاكل الفقر؟ لا لا حاجه تانية. فيه. ها دجاجه. يا ياسين. ايه دجاجه؟ برافو يا ياسين برافو. الاجابه صحيحه وهي فعلا دجاجه. شفتها؟ لا مش هي. طلعيها كده. طلعيها اهي اهي اهي.
ايه رايك؟ هو فين العصافير بتاعتها المولوده؟ هي لا هي مش بتولد عصافير، دي بتولد ديوك. ديوك؟ اه ديك كبير كده. تحاول تعرف ايه اللي جوه؟ اللي جوه؟ ايه؟ ها؟ اللي جوه ايه؟ ارنب. برافو عليك يا ياسين، انت بتعرف ازاي؟ انت شاطر قوي. عشان بشوفك. لا مش بشوفك طبعا. بتشوفني ازاي؟ مش بشوفك طبعا، انا بشوف الاسود بس. لا انت شفتني. لا والله شفتني. لا والله ما ياسين. لا استنى عليا. طب نشوف ده. نشوف ده اهو. هنشوف ارنب. ارنب شفت؟ ارنب. هنشوف واحد تاني. اما شوف بقى اللي جاي ده، لو عرفته وانت بصيت ازعل منك. يلا دخل ايدك بسرعه عشان الجردل، الوقت بدا ينفذ مننا. حاول تعرف ايه اللي جوه. ها؟ واحد. سلحفه. برافو معانا ياسين، اشطر طفل بجد، انت فظيع. ها؟ سلحفه. ايه رايك؟ ايه قولي ما شفتيهاش. اهي اهي. حلوة. حلوة؟ هي واحدة؟ لا اتنين. اتنين؟ اه. حلوين؟ اه. ماشي هجوزك واحدة منهم. ماشي؟ اوكي. موافق؟ اه. تاخد انهي واحدة؟ سعاد ولا تقى؟ ايه سعاد. احلى من تقى صح؟ اه. ايه احلى حاجة فيها؟ خلي بالك عشان الجردل بينزل. ايه احلى حاجة في سعاد؟ ايه احلى حاجة في سعاد؟ احلى. احلى في ايه؟ احلى السحلفة. ايه احلى حاجة فيها؟ السحلفة. ان هي احلى حاجة فيها ايه؟ بتضحك. بتضحك ازاي؟ وايه تاني؟ بتضحك ازاي تاني؟ وايه كمان؟ لا بتضحك كده. اطلع يا جردل. اطلع يا جردل. اطلع يا جردل. هو بيجرد. اطلع يا جردل. بتضحك ازاي؟ قول بتضحك ازاي؟ هي بتمشي بسرعة؟ بسرعة صح؟ سرعة سريعة؟ اه سريعة قوي؟ اه. طيب خلاص اوكي.